هل المرض ده يحتمل النوع ده من الجهل؟ كطبيب انا معرفش كان بيعمل كده ازاي. كان مريض مطيع، عيان نموذجي يعني. طيبة الله انه اعطانا نعمة الوجود. روح قول لربنا كفاية كده. اول مرة سيدنا يقوم طالع ومليبان من الشباك ويعمل لنا كده بيده بابا. فدي يعني كانت حاجة خلتنا نحس ان احنا مش هنقدر نشوفه تاني. احقا كان لي ام فماتت، امني قد خلقت بغير امي. لم ادخل الا الرهبنة سأما من الحياة، فقد كنت ناجحا جدا، ولكن كل هذا ما كان يشبع قلبي اطلاقا. ألف مودة أسقف على الكلية الغربية. يا ريت تتذكر يا الله في الأحداث. حق الشعب أن يختار رئيس. فانتخبنا الأنبا شنودة. بابا يا بطريرك وسيد. إحنا دخلنا مرحلة جديدة. يزعل ويفتكر مداده في السياسة. والكنيسة. الاعتداءات ضد الأقوال. إلغاء قرار رئيس الجمهورية. مبارك شعب لا يوم سبع ايام لا يلزمنا احد. لقد طالت يد الارهاب ليله امس. دمهم ليس رخيصا علينا. نحب نيله واراضيه، نحب مستقبله وحاضره وماضيه، نحب علماءه ومرشديه، نحب اقباطه ومسلميه. ضيفيا طبيب فوق العادة، رافق قداسة البابا شنودة في رحلته لسنوات طويلة. لديه قدرة خاصة على إدارة الألم بل وترويده. كان من أحد المقربين لقداسة البابا. طالما سأله النصح ويجيب البابا. ضيفيا الدكتور شريف سلامة، استشاري علاج الألام بمستشفى كليفلاند، يتخلى اليوم عن برودة معطفه الأبيض ليحكي لنا عن البابا الذي عرفه إنسانا. دكتور شريف، أنا بيك يا فندم. شرفتني. ده أنا شرفت بيك وبيك. فرصة سعيدة خالص إن حضرتك تكون معانا وبنتكلم عن سيدنا البابا شنودة. ده شرف كبير لي، أنا ما استهلوش يعني. عايز أحكي عن أول لقاء. حصل أول لقاء إزاي؟ وطبعا أنا يعني من أيام ما كنا في الكلية يعني طبعا، وإحنا طبعا سيدنا كان ماسك الاجتماع بتاعنا، وبعدين رحنا كلنا مرة لدير وقابلناه، كنت طلبة يعني. ده كان أول لقاء شخصي يعني، بس ما حصلش بينا يعني أي تفاعل يعني. بس كلنا روحنا منبهرين بيه، وكلنا احنا حابينه جدا يعني. لكن بعد كده حصلت ظروف، أنا سافرت أمريكا وكده، وبعدين سيدنا كان بيجي كليفلاند للعلاج، وبعدين بداية علاقتي فيه ملهاش أي علاقة بالطب خالص. كانت العلاقة إن انا يعني ربنا مديني بعرف اقول نكت، فكان بيجيبوني عشان اقول نكت يعني. دي كانت وظيفتي، ما كانش ليا اي يعني وظيفه علاجيه خالص ساعتها. فكنت اروح عشان احاول ان انا اقول له نكت واضحكه شويه، لانه كان بيبقى فيه هموم كتير حقيقه يعني. عمري مثلا 20 سنه ولا حاجه، ضرس تعبني جدا وشعرت بالم، فرحت عند الطبيب اسنان وقلت له انا الضرس تعبني شيلهولي تعبان. قال لي طيب اداله حقنه وشاله، واول ما شاله بص فيه قال لي لكن ده كويس قوي. قال له ما دام كويس قوي شيل شيلهولي. قال لي انت اللي قلت له. قلت له انا اللي بقول لك. ده كان زمان، دلوقتي لا. دلوقتي الدكتور اللي عايزين ننقذ الضرس. ايوه. لكن التادي بعد ما شاف انا فاكر كده هو ماسك لكن ده كويس قوي. لا دي ذكرى ما تتنساش ابدا. فضلنا لكن السنان كويس ان انا في السن دي ولسه عندي شويه اسنان. ولو نظمه تذكار كده.
ما اقدرش ابدا من غير ما اسال حضرتك عن البابا. تاريخه المرضي يعني معقد، يعني هو بدات بعض المشاكل من فتره التحفظ لما وقع في الدير وحصل الكسر في رجليه والمشكله الكبيره بتاعت عموده الفقري. فانا هلتزم الصمت وهاسمح لحضرتك، يعني شرفني انه اسمع من حضرتك التاريخ المرضي للبابا يعني طوال هذه الفتره. هو طبعا سيدنا كان من الاول عنده مشكله في العمود الفقري، هو حتى كان دايما يقول طول ما الفقري ده ورايا، يعني كان دايما يقولها في المحاضرات. ولكن طبعا يعني هو يعني يمكن في فتره كبيره الاخيره دي هي اللي ابتدى يتعب يعني فيها، ويعني ابتدت ان يحصل من كتر الالم في ظهره او كده، اعتقد كان بياخد علاجات كتير، واعتقد ان دي كانت من الحاجات اللي اثرت على الكلى يمكن شويه. يمكن طبعا. وبعدين يعني كان دخل في مرحله للغسيل للكلى يعني لفتره. وكان طبعا يعني برضو ربنا سمح ان هو يجيله برضو نوع من انواع الامراض الخطيره يعني. وجاله نوع في الرئه. وكان انتشر في يعني في كذا حته، ولكن هو كان من الرئه بس، ما كان طلع حاجات تانية ان هو عنده كل انواع. مش لا هو فعلا يعني هو كان كانسر الرئه. و يعني دي معلومه اكيده بناخدها من طبيبه انه بس هو كان كانسر الرئه. كان فعلا كانسر الرئه. طب وهل البابا بقى يعني بتعاملك معاه، هل كان مريض؟ هو بابا يعني البابا شخص بطبعه ملتزم يعني، فهل كان مريض مطيع يعني بيسمع، ولا كان بطرك ليه بقى طلبات خاصه يعني؟ لا لا، ده عندي انا ممكن اقعد اقول لك حاجات كتير جدا. Please. يعني يعني هو سيدنا يعني الله ينعم نفسه كان هو يعني متواضع بشكل غير طبيعي. وبعدين وهو قاعد ما بيقعدش بقى خالص، يعني ما تحسيش ابدا ان انت بتكلمي عيان بيحترم جدا اللي انت بتقوليه، هينفذه بالحرف. كمان عنده اراده قويه ان هو يعني لو حس بان ان ان في حاجه ممكن تتعبه اكتر. لا يعني انا فاكر ان بعد موضوع العمليه بتاعت ظهره او كده، فكان في ان احنا نعمل علاج طبيعي وكده، عشان وده ضروري جدا بعد عمليه الظهر. فكان سيدنا موجوع يعني جامد، وده طبعا وجع طبيعي بعد العمليه، ما كانش قادر يعمل. فأحد الاباء كان في الانبارميه كان اتكلم يعني معاه وكده، قال له لا يعني احنا لازم نبتدي يعني نمشي وكده، والا يعني هيحصل مضاعفات كامله. على طول، لان طبعا كان الدكاتره بيقولوا له وكده، وطبعا الانبارميه يعني خد الموضوع على عاتقه وراح اتكلم. فابتدى يمشي اكتر في خلال يمكن اسبوعين او ثلاثه، قدر ان هو يعني يتحول 180 درجة من حد مش قادر يتحرك. فكان عيان نموذجي يعني، يحترم الطبيب جدا، يحترم العلم جدا، يحترم التوجيهات جدا. يعني أنا أول مرة كنت يعني أكشف عليه، فأنا عشان أعرف الألم جاي منين يعني لازم أدوس يعني. أدوس دي بتوجع دي. أجرب أنا رايح أوجع البابا يعني. مش عارف، فما كنتش عارف اعمل ايه يعني، محرج يعني. فقال لي لا لا خد راحتك، اوجع براحتك يعني، مش طبيب. ف يعني كان قد ايه ما يحسش ابدا ان ده العظيم في البطاركه يعني البابا شنودة. ابنائي الاحباء، اسعد برؤياكم واشكركم على محبتكم، الا انني احب ان اقول لكم انكم لم تغيبوا عني ابدا. انا حينما أسافر في كل مرة آخذكم معي في قلبي وفي فكري، فكما تكونون معي في القاهرة تكونون معي أيضا في الطائرة، وكما آخذكم معي آخذ مصر أيضا في قلبي وفي فكري. وإن كنتم تهنئونني بعودتي إلى مقري هنا، فأنا باستمرار أقول إنه ليس لي مقر إلا قلوبكم العامرة بالحب. وعن هذا المقر الدائم الذي هو قلوبكم لم أبعد لحظة واحدة ولا طرفة عين.
ايوه هو ده بالظبط سؤالي اللي جاي، ازاي البابا دوب التلج؟ يعني ازاي الكلينيك اللي كلها بروده دي خلاها دافيه، يعني خلى طرقاتها دافيه؟ ازاي اتعامل مع ستاف؟ الستاف نفسهم كانوا بيشوفوه ازاي؟ ده سيدنا كان في دكتور من ضمن المعالجين اسمه دكتور متى. أيوة. وده كان يعني من اكبر الاخصائيين في علاج الرئه بصفه عامه يعني في كلينيك. ايوه فكان هو يعني يجي كده جنب البابا، ودايما يعني بحس ان هو واقف جنبه كده زي اللي بيبص لعملاق بمهابه صحيح وبحب شديد يعني. أيوة. هو فعلا يمكن ما كانش قوي الراجل له علاقه كبيره يعني بربنا، بس كان بيشوف ربنا، وكنا بنحس من تعاملاته قد ايه لما كان بيتكلم عن أيوة. سيدنا البابا، يعني قد ايه كان الكلام بيبقى عن حد شخص هو يكون له احترام عظيم ويعني ويتعلم منه كتير. يعني سيدنا كان يجي الناس اللي بتتعامل كلها معاه تشوف قد ايه سيدنا كان ذوق بشكل مش يعني، لو حد مثلا من الممرضين او أيوة. يجيب له كوبايه ما يقول له ثانك يو، يقول له متشكر، يقول له يعني وهو بيتكلم، يعني ممكن يكون يعني ممكن لو حد بيتكلم ومشغول مش هياخد باله يعني. لكن هو قد ايه كان بيبقى واخد باله قوي قوي من التعامل مع كل حد، يخلي كل حد يمشي مبسوط. كان بيهتم بالتفاصيل الصغيره يعني جدا. ياخد باله من الناس خالص. يعني في كل التعامل انا فاكر ان هو اخر مره خالص وكان تعبان جدا، وكان هنطلع على المطار على طول. ايوه وبعدين جت واحده مخلفه توأم، والصوره دي موجوده مش عارف هحاول اجيبها لك يعني عندي. وهو مش قادر يتحرك حبيبي خالص، فهي عايزاه يبارك الولدين، فشال الاثنين على ايده كده وقعد يعني يهشكهم علشان خاطر هو ما كانش يعني قادر يتحرك اساسا يعني. قعد يهشكهم علشان خاطر يعني يرضيها يعني ما حبش يكسر بخاطرها خالص يعني. وحد يمكن اول مره يزوره، حد يعني مش حد يعرفه خالص. لذة الالم وبركه الالم واكاليل الالم. في ايامك العاديه بتفتكر لذة الحياه الدنيا ولذة الجسد والعين وتعظم المعيشه والاخطاء اللي بيقع فيها الناس، لكن في اسبوع الالام الواحد يفتكر لذة الالم، يفتكر كم تالم المسيح من اجله وكم تالم الناس من اجل المسيح، وكيف ينبغي أن نشترك معه في آلامه، وإيه مجد الألم؟ إن كنا نتألم معه يبقى هنتمجد معه. إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، فترتفع فوق مستوى لذات العالم ولذات الجسد، وتحاول إنك تدخل في لذة الألم. تفتكر إن المسيح في آلامه بيقول الكتاب من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي حاملا الصليب. سألت حضرتك قبل التسجيل يعني إيه استشاري علاج الألام؟ عرفت أنا، بس كنت عايز أعرف إزاي البابا كان بيتعامل مع وجعه؟ يعني هو في النهاية بني آدم موجوع، ولكن هو بطريرك الكرازة، بابا الكنيسة، ومطالب طول الوقت أنه يكون مركز ويكون متابع. روتينه وسط كل العلاج الطبيعي والمتابعة والعمليات وكذا، حضراتكم بتشوفوا إزاي؟ حضراتكم كنت قريب جدا في الوقت ده. صحيح. سيدنا عمره ما كان يعني يشتكي أو من النوع اللي هو بيبان عليه أنه متألم، بس في احتمال للألم. عارفه اللي هو ايه يعني، سيدنا كان رجل بمعنى الكلمه، يعني رجل بكل ما يحمله الكلمه من معنى يعني. فكان هو يبقى متالم، لكن ممكن مثلا يسال طيب يعني ازاي ممكن ناخد حاجه للالم، او نعمل ايه للالم، او نتصرف ازاي، او نعالج ازاي. هو يبقى متالم لكن ما كانش ما يقعد يعني يشتكي ولا يقول ولا اي حاجه. احتمال كان جامد جدا وصبر، وكمان كان يعني ما هواش ما تحسيش ابدا ان هو تحس انه شاكر ربنا على كل اللي بيحصل. الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، يعني الله لا يسمح بتجربة فوق احتمال الإنسان.
تقول لي أيوب الصديق جات له تجارب صعبة وتهدد بيوته ومات عياله وصحته وكل ده، أقول لك لولا أن ربنا يعرف أن أيوب يحتمل هذه التجربة ما كانش سمح بها. وربنا ما يسمح لكش أنت شخصيا أن تحدث ليك مثل هذه التجارب إلا لو كان عارف أنك أنت قدها تحتمل. واحد يقول إزاي أنبنطونيوس كان في الجبل وتطلع له وحوش والشياطين يحاربوه ويضربوه وحاجات زي دي، أقول ربنا عارف إن أنبنطونيوس يقدر يحتمل فعشان كده سمح بكده، لو واحد ما يحتملش ربنا ما يسمحش. يبقى أول شرط إن ربنا يسمح بالتجربة على قدر احتمال الإنسان. كنت عايز أسألك، ما سمعناهوش أبدا يعني يسافر ويرجع ويطمن الناس عليه، كانت تصدر بيانات يعني تبدو قليلة جدا في الندرة أنه سيدنا كان تعبان عنده كذا حصل كذا، هو كان بيتعامل مع المرض على أنه صليب يعني وحاجة هو راضي بيها من السماء، ولا كان يحبش يشتكي للناس فيشيلهم الهم وسط أحداث كثيرة حصلة؟ هو كان يعني قليل الكلام جدا في الموضوع ده، وعمره خالص عمره ما اشتكى من ان حصل له ده او كده ابدا اطلاقا. ده على حكايه التطمين دي انا اقول لك مره، ساعه لما وقع سيدنا واتكسرت رجله وكده، وبعدين في 2008 ايوه، وبعدين نقلوه بالطياره واستنيناه في انا استنيته في المستشفى. أيوة. بس الاسعاف وكده استنوه في المطار وخدوه على سرير يعني متحرك. ايوه. واحنا طبعا كنا قلقانين جدا لان كانت الاخبار اللي وصلتنا اكتر كتير من الحاله طبعا من شفتوه. وصلنا وصلنا الاشعه وعرفنا وطمنا وعرفنا ايه الحكايه، ولكن كنا منزعجين يعني برضو السن بتاع سيدنا وكسر زي ده جامد يعني. فهو ما هو دخل وهو واحنا رايحين بس نشوفه كده، هو اللي بينا لا لا ما تخافوش دي بسيطه بسيطه هتعدي، هو اللي جاي بيطمننا مش احنا اللي بنحاول نقول له لا ده الكسر معقول وما تخافش سيدنا وكله هيبقى كويس وده بسيطه وتتصلح، ده المفروض احنا اللي نعمله كدكاتره. ايوه هو اللي كان اللي بيعمله لينا. أيوة. يعني لما مجرد بس ان هو لاحظ ان احنا كنا فعلا مخدودين وقلقانين طبعا عليه. مواهب البابا الروحيه، انا عارفه انه احنا بنصدق في العلم وبنصدق في المعطيات وكذا، ولكن اكيد حضرتك شفت حاجات احنا ما شفناهاش، يعني اكيد هذا القديس كان له من المواهب الروحيه الكتير اللي احنا لحد دلوقتي بنحاول نعمل لها حصر واحصاء يعني. صحيح. هستأذنك في بعض الحاجات اللي يمكن دلوقتي بقى ينفع ان احنا نحكيها. هو في حاجه كانت حصلت عندنا، كان في يعني ولد ما كانش بيقدر ان هو يعني كان متاخر في الكلام شويه. وبعدين كان كمان لما بيجي يتناول ما بيقدرش ياخد الجسد، كان بياخد الدم بس. فكان فجأة بيته مامته يعني عشان ياخد بركة من سيدنا وكذا. وبعدين سيدنا ادانهم، كان اي حد يروح يسلم مع سيدنا هو لازم يديله حاجة، يعني انت مش ممكن تروح تسلمي عليه وتمشي فاضي، لازم يديلك حاجة. فهم بيديلهم شوكولاتة وبيديلهم بونبوني وبيديلهم قربان، يديلهم حاجات كتير. فمن ضمن الحاجات اللي ادالها ادالها حتة قربان وصلى له، لان هي طلبت انه يصلي له وكده. فالست دي عندنا في الكنيسة يعني، او بعد كده قالت لنا ان هي كانت قاعده بقى سايقه في العربيه، وبعدين حست ان الولد في خروشه كده بياكل القربان، وعمره هو ما عمل كده. بس يعني طبعا اوكي يعني خدت بالها انها غريبه، بس قالت اوكي يعني مش اشكال. فتاني يوم كان نيافه الانبا يونس بيعمل قداس عندنا في الكنيسه وهيناوله، فهو ما مش عارف يعني الاباء عندنا في الكهنه في الكنيسه كانوا عارفين الولد الكيس. وما بيحاولوش اساسا يناولوا الجسد. أيوه. فبيناولوا الدم بس. فسيدنا الانبا يونس ما كانش عارف الموضوع. فجال الولد معاه، فابتدى يقول لسه هنقول له لا، لقينا الولد اخذ الجسد ولا اول مره. وبعد كده ابتدى فعلا الولد ان هو الكلام يرجع تاني ويتكلم. ودي حاجه يعني انا الولد عندي في مدرسه الاحد يعني،
وانا يعني ويتنس على حاجه زي كده شفتها قدامي. يعني في حاجه حصلت معاك انت كمان؟ معايا انا طبعا. هو شوفي، هو قد ايه البابا كان جميل وبسيط وحاجه مش معقوله. هو كان لما بيجي كليفلاند وكده، كان مره ربنا اداني نعمه يعني واستعمل عربيتي يعني، وكان ظهر وجعه، فكانت يمكن عربيتي مريحه لي من ناحيه انها كانت واطيه وقادر يقعد فيها بدل حاجه. فانا لما جه المره اللي بعديها، انا طبعا اتلككت بقى، قلت بقى لازم هياخدها كل مره. فقلت ايه، اوضبها يعني في الايجنسي يعني وارجع بيها تاني. فرحت فعلا اوضبها وكده مش عارف ايه، وبعدين رجع بيها تاني. هو كان قاعد في البيت بتاع الكنيسه، فدخلت بالعربيه لقيت سيدنا قاعد في الباك يارد. وطبعا انا يعني ما كنتش عارف اعمل ايه، لان اتخضيت يعني مش متوقع. قاعد لوحده؟ قاعد لوحده. اوكي. ويعني من غير بقى الحراسة، من غير يعني مهواش، وبيت الكنيسة يعني very exposed، وكانت أيام يعني. فدخلت ركنت، فمش عارف أعمل إيه. هو شاور لي تعالى. فقمت طلعت وقعدت، وأنا ساعتها كنت بفكر إن أنا أغير حاجة في مستقبلي يعني. كنت يعني عايز أغير الكارير بتاعي، الشغل يعني. أيوه. فقلت خلاص فرصة بقى يعني، أستغل أنا الفرصة دي. فقعدت، فقلت له سيدنا تسمح لي أسألك؟ قال لا، قول قول. فقلت له انا يعني في عندي موضوع كذا كذا، وقعدت حكيت له. فكان ممكن طبعا زي اي حد انا بحكي له كده، يقول لي طيب انا هصلي لك وبركه ربنا وربنا يعمل لي فيه خير. لا لا لا. تناقش معايا في تفاصيل الـ الحاجه اللي انا عايز اعملها دي، الاختيارات بالظبط. تناقش معايا بالظبط انا عايزها لايه، وحبيبها ازاي، وليه، وعامل حسابي على كذا. هو اللي بيسال، وعامل حسابك على كذا، وعامل حسابك على كذا. يعني انا حسيت ان انا قاعد مع اب مش بس يعني بتقولي له حاجه كده، لا لا، يعني حسيت ان هو قاعد ده ابنه، وهو عايز يطمن او يرشده، مش بس بقى كبابا بشكل روحي. لا لا لا، مش بس بشكل عملي، بشكل علمي، بشكل دريان قد ايه هو بيديلك من خبرته، دريان بالبيزنس بتاع الطب يعني. يعني ايه ده، ايه انا قلت ايه ده. يعني اب بيسالني اسئله في ازاي انا هبتدي اعمل الحاجه اللي انا عايز اعملها دي، قاعد بيسالني في تفاصيلها يعني. وانا ما تصورتش ان هو هيكون، انا كان اقصى املي بس ان يقول لي طيب احضر لي لك مثلا. أيوه. ونحط الموضوع قدام ربنا مثلا، حاجه كده يعني وخلاص. أيوه. لا لا لا، هو قعد سالني في تفاصيل التفصيل. وبعد ما خلصنا ده كله خالص، قال لي طب انت بقى بتتعامل ازاي؟ فقلت له انا بتعامل مع ربنا ان انا اي حاجه يعني بتيجي قدامي بصلي واقول لو من عندك. ماشي. فقال لي خلاص، يبقى من فمك ناخذ يعني. يبقى الله يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. اذا كان ربنا مديك حياه لا يستطيع احد ان يقدر عليك، ان ربنا هو اللي بيعطي الحياه، الله هو الذي يحيي ويميت. فهو اذا فتح لك باب الحياه ما يجرى لكش حاجة. نفس الوضع بالنسبة للثلاث فتية القديسين، رموهم في أتون النار، لكن ربنا كان فتح لهم باب للحياة، النار ما أثرتش عليهم. لأن ما دام ربنا معطي حياة، مش ممكن ابدا حد يقدر يقاوم ربنا. خلال الفترة اللي حضرتك كنت موجود فيها بالقرب من سيدنا، فترة العلاج، اكيد في بعض الصفات والسمات اللي بالتعامل اليومي اتنقلت لك واتنقلت للكرو المعالج. انا بتخيل انه مستشفى كانت برد، مستشفى معايا هو تعبان، ناس كتير رايحة جاية عليه، هو بالمعاملة اليومية يعني مثلا المرة اللي حضرتك حكيت عليها بتاعت الكسر في 2008 دي، وقعد تقريبا 3 شهور في كليفلاند. 3 شهور. دي مدة طويلة. صحيح. الروتين بقى، انا يعني عايز اعرف الروتين واللي اتنقل لكم انتوا كستاف. وطبعا يعني سيدنا كان دايما يعني الوش البشوش والابتسامة الحلوة مع كل حد. الذوق في التعامل والرقة في التعامل مع كل حد مهما كان. كمان سيدنا كان يسمع يعني اي حد، كان يقعد يسمعه لحد ما يخلص يعني خالص، وبعدين يوم راضي عليه احترام الشخص اللي قدامه مهما كان. هذا الشخص كان حاجة كبيرة في المستشفى او صغيرة. فالناس اللي بتتعامل معاه دايما حست
يعني دائما تحس بعد ما تتعامل تحس بالراحة بالهدوء بأن هي شافت إنسان جميل يعني. شافت حد بعث فيهم نوع من الطمأنينة، هو اللي كان بيبعث الطمأنينة في الناس مش العكس رغم يعني الألم. يعني المفروض العكس، يعني المفروض الستاف بتاع اللي بيعالجوا والدكاترة هم اللي حاولوا يطمنوه على الحالة، العكس تماما يعني. أيوه. بس هو كان مستمع جيد جدا لتطورات الحالة، مستمع جيد جدا للخطة بتاعت العلاج، وكمان كان عيان جميل جدا، هو اللي بيطلب منه هو ده اللي بيعمله بالظبط. أشكر كل الذين سألوا عني من القاهرة ومن الأقاليم ومن البلاد العربية ومن أمريكا ومن كندا، بمشاعر كلها محبة عبروا عنها في الانترنت. ربنا يعوضهم جميعا ومحبتهم، وإن شاء الله فترة بسيطة لما أستكمل العلاج الطبيعي وممكن أرجع إلى مصر بسلامة الله. ربنا يكون معاكم جميعا، وأشكر محبتكم وأشكر الدكاترة في المستشفى اللي كانوا معنا في منتهى العناية والروح الطيبة، وكان يفوتوا علي مرات كل يوم علشان يطمئنوا علي ويشوفوا ايه العلاج الذي يلزم في هذا اليوم بالذات. نشكر ربنا على كل حال. حاجة بسيطة ان في اليوم الرابع بعد العملية يقدر الواحد يقوم ويقعد ويستقبل الناس، دي بركة كبيرة من ربنا نشكره عليه. حضرتك من شوية كنت بتحكي تقول محدش بيدخل من عند سيدنا ويرجع ايده فاضية، مفيش كلام. سيدنا كانت محبته غير محدودة غير مشروطة، العطاء جزء من شخصية سيدنا، يعني الطاعة نادر الرهبانة طبعا. صحيح. المحبة والعطاء وانه طول الوقت يود الناس ويكبر بخاطر الناس وانه يسأل على الناس بشكل شخصي وسط تعبه، العطاء اللي بيقدمه من وقته، هو مش بس بيقدم كلمة حلوة او هدية صغيرة لطيفة، هو بيدي من وقته من احتياجه هو الشخصي للراحة. صحيح. انا هقول لك على حاجه بقى كمان. سيدنا يعني عمل حاجه ما حصلتش قبل كده للبابوات، ان هو يزور حد في بيته. سيدنا يعني اعتقد، يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان انا بالنسبه لي هو ده الراجل بالمفهوم، يعني من مفهومه ان هو اي حد عالجه وقف جنبه في المحنه بتاعته او اثناء فتره علاجه الطويله دي، دكتور او حد راح زاره في البيت. كل ستاف، كل مش الستاف اللي هم طبعا يعني الدكاتره اللي عالجوه راح زارهم في بيتهم يعني. وانا طبعا كنت محظوظ انه جه زارني، وطبعا عشان كده مش هبيع البيت بتاعي ده خالص يعني. صحيح. فانا يعني فطلعت يعني اقول لسيدنا انا مش مصدق يعني ايه اللي خلي قداستك تزور. قال لي، فسالني سؤال بسيط كده، ليه يعني، ليه لا يعني ايه ليه لا؟ طب سؤال زي كده انا طبعا ما عرفش ارد عليه، بس هو يعني جواه ما فيش خالص موضوع ان هو البابا وان البابا يزار ولا يزور زي ما كان بيتقال قبليه. ايوه. بس كان دي يعني حاجه تعلم قد ايه، يعني كلنا حسينا قد ايه ان الراجل العظيم ده كان متواضع جدا وراجل جدا، ويحب ان هو يعني اي حد يعمل معاه حاجه لازم ان هو يقدر يعمل اللي عنده علشان خاطر to pay him back يعني. أو يرد اللطف. يرد. أيوه. بعدين زرت الجامع الازهر وزرت شيخ الازهر، وبقت بيني وبينهم محبة كبيرة جدا، وهما بقوا يزورونا. وبعدين بقى موقف عادي ان شيخ الازهر يوجد في البطرخانة وبابا الاخباط يوجد في مشيخة الازهر. برضو سياسة الانفتاح اللي دخلت تكسير وتحطيم للقاعدة القديمة، البابا يزار ولا يزور. طب وليه ما زورش؟ هيبة البابا هتروح لو ازور؟ بالعكس، لما بقيت ازور بقيت توجد محبة بيني وبين الناس، وبقينا روح طيبة
وجابت نفع للأقباط كلهم. حضرتك قررت أكتر مرة كان راجل كان راجل. إحنا في مصر عندنا زي ما يقول كده تعريف للرجل يعني، وهو كمان من الصعيد وكده. البابا كان مصري برا مصر يعني، تحس يعني خالص يعني تنعكس خالص. مصر وتراثها وتاريخها خالص. على طلته وعلى تعامله مع الناس خالص يعني. دي من طبعا سيدنا وصاحب المقولة الشهيرة ان مصر وطن يعيش فينا مش احنا بنعيش فيه، لان صحيح. هو يعني حتى هو موجود مصر كلها دايما في قلبه، الناس كلها دايما في قلبه، متابع كل حاجة كل يوم خطوة بخطوة بالتليفون. سيدنا كان مصري من الدرجة الأولى، محب لمصر جدا بجميع فئاتها وجميع أفرادها، مسيحيين أو غير مسيحيين. ممكن أحكي حاجة حصلت؟ أنا كان في حد يعني من اللي كان فيه مشاكل وكده، وجيه من مصر وكده يعني، حد من المسؤولين او حاجه يعني. أيوة. فانا كان ليا ان انا كنت اللي هاخده او هرجعه يعني. ايوه. فكنت مستني ان هو خلاص راح قابل سيدنا وخلص، وبعدين طلع فلقيته يعني بيقول لي هو الراجل ده ايه؟ فبقول له ليه، ايه اللي حصل؟ قال لي تتصور، وريني تليفون، طلع له تليفون. سيدنا كان لسه جاي له تليفون حلو هديه يعني. أيوة. حد من محبيه جابه له تليفون مطلي بالذهب، تليفون سيلفون يعني مطلي بالذهب او حاجه. أيوة. زي كده. فهو ده اللي كان جنبه ساعتها، فعشان خاطر ادهوله. يعني العطاء، او ان هو يعني ان هو ده كان دايما يقول ان ربنا عايز حد ايده فرطه يديله. أيوة. علشان يوزع على اللي حواليه. أيوة. لانه اليد اللي ممسوكه يعني لا بتدي ولا بتاخد. الكلمه دي اثرت في يعني اكيد فيا وفي ناس كتير جدا. أيوة. يعني ايوه، ان فعلا، وهو فعلا كده الواحد لما يعني بيدي يعني بحس ان ربنا طبعا بيديله تاني، زي ما سيدنا بابا قال بيديله تاني علشان يوزع اكتر، كل ما يدي اكتر ربنا يديله اكتر. انا فاكر برضو مره كنت جايب لسيدنا حاجه من ابونا الحبيب ابونا ميخائيل في كليفلاند، فكنت جايب له رساله وبعدين عايز الرد بتاعها وانا مسافر، فهو ما جبتها له. فيعني فهو سالني انت مسافر امتى؟ فقلت له سيدنا انا مسافر في اليوم الفلاني كمان كم يوم. قال لي بس طبعا انت تلاقيك هتسافر هنا وهتسافر هنا تتفسح. فقلت له سيدنا بس مش مهم، انا ممكن الغى. لي لا 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 ما تلغيش، انا هرد على الجواب ده وجواب تاني هديهولك، بس تعدي عليا النهارده بعد الساعه 5. ايوه. فقلت له اوكي. فلما رجعت الساعه 5 فانا جاي ناحيه كده، لقيت طابور طويل قوي كده، كان سيدنا قاعد في الباب الجانبي. ده اكيد كان يوم خميس. كان يوم خميس. فكان قاعد على الكرسي. فانا لقيت ناس كتير قوي واقفه وكلها طالعه السلم تسلم سيدنا وتاخد منه، فانا مش عايز ازعجه يعني، فوقفت في الطابور. فلحد ما جه دوري وكده، فهو شافني ومضحك وقام مديني 20 جنيه. وبعد كده قال لي طب خش جوه عشان ادي لك الاذن. فقد ايه هو كمان كان يعني بيفكر في القدام، بيراعي ظروف يعني. هو كان يعني طبعا لو قال لي ما لا انا محتاجك تقعد، ما هلغي اي رحله. لا لا، هو فكر ازاي ان هو يعني فكر في انا ممكن يكون ورايا ايه وما ظروفك، وما يمسش ده خالص باي حاجه. يعني مش يحترم الحدود الشخصيه، حاجه يعني رقه في التعامل وابوه غير طبيعي حقيقي. اتكلمنا عن يوم الخميس والخمس خبزات والسمكتين، كان الخدمة دي كانت قريبة جدا لقلبه، خدمة صحيح. خدمة لجنة البر. صحيح. كان يتكلم عليها معاكم وانتوا في أمريكا؟ هو كان دايما يكلمنا زي ما بقول لك كده عن العطاء. يعني كان دايما يقول لنا، أو يعني دايما كان وبيقدم لنا مثل. أنا هقول لك برضه حاجة تانية، في واحد كان يعني كان عايز يتجوز، شاب صغير يعني. أيوه. وكان يعني محتاج فلوس. وبعدين هو يعني كان قريب جدا من سيدنا، ولكن الولد عمره ما قال اي حاجه. وبعدين جه سيدنا، وهو سيدنا قعد فتره يعني صغيره وكده، وكان الولد متردد وكده، بيتردد هناك يروح له يعني عليه يشوف ايه الحكايه وكده. يحضر بس يسمعه يعني. ايوه. ومن غير ما يطلب من سيدنا اي حاجه، فهو كان بس يعني حقيقه هنروح نوصل سيدنا المطار. فهو طلبه بالاسم وقال له تعالى، ومديله ظرف فيه 3000 دولار. الولد ما طلبش حتى. خالص. والموضوع لم يذكر، انا مش فاكر المبلغ بالظبط عشان اكون امين،
بس هو اداله يعني. حتى الولد بعد كده انا قابلته فقال لي لا سيدنا ده مش معقول، طب عارف منين ان انا محتاج؟ محدش قال له حاجه، ومحدش طبعا كان يعرف من الولد طبعا. لكن الولد يعني قال لي الموضوع ده يعني يمكن بعد نياحه سيدنا يعني. في لجنه البر اللي بنعملها في القاهره، وعلى الرغم من مسؤوليات الكثيره ومشغوليات الاكثر، كل يوم خميس عندي لجنه بر، وان كنت مسافر الخميس اعملها اليوم غيره. نقعد مع الحاله المدروسه بحيث يخرجوا كل ما يحتاجون اليه اخذوه. في ناس ساعات بيخدروا ضمائرهم بكشف للفقراء، 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه. 30 جنيه دلوقتي ما بقاش ليها قيمه، و40 جنيه ما لهاش قيمه، و50 جنيه ما لهاش قيمه. والفقير لما تديله الحاجات دي هتعمل له ايه؟ المهم تستوفي احتياجاته. كان بيقضي يومه ازاي؟ يومه طويل في المستشفى ما بين علاج طبيعي شكشكه حقن، كان بيقضي الوقت ازاي؟ يعني هو كان الصبح للعلاجات، او اذا كان هيبقى فيه غسيل كده، او بيروح زيارات للديفرنت ديبارتمنتس. أيوه. وكان الاقامه بتاعته في الاوتيل الملحق بالمستشفى يعني. فكان معظم بعض الظهريات بيبقى فيها بيستقبل طبعا بعض الاباء الاساقفه والكهنه، او بيبقى لو في حد عنده حاجه عايز يقابل سيدنا البابا بياخد معاه طبعا ويروح يقابله. انما في الاوقات الثانيه اللي هي يعني ما فيش فيها حاجه زي كده حد جاي يقابله او كده، فكان بيقعد يستقبل الناس يسلموا عليه وياخدوا بركته يعني. في اوقات كتير كان ينزل لنا تحت في الاوتيل اللوبي يقعد معانا ويكلم معانا كلمه ويستقبلنا كلنا. في مقابلاتي اللي قبل الشهادة بتاعت حضرتك دي كان كتير ضيوف يقولوا انه كان بيغسل ويسافر يروح لندن يدشن ويرجع، هل ده طبيعي؟ يعني هل المرض ده يحتمل النوع ده من الجهد؟ ما عرفش كان بيعمل كده ازاي، انا ما عرفش كان بيعمل كده ازاي. لان لما حد بيروح يعمل غسيل كلى بعد ما بيخلص غسيل كلى ان هو بيبقى فيه كمية فلويدز سوائل كتير. أيوة. بتبقى داخل الجسم وطلعة وكده يعني، فبيبقى مهدود يعني، بيبقى حاله مهدود مش ممكن مهما كان، وخاصة يعني برضو سيدنا يعني ما كانش صغير يعني. أيوة. انا ما اعرفش كان بيجيب الطاقة دي منين، ما اعرفش ازاي كان بيخلص حاجة زي كده ويوم يستقبل الناس ويتكلم ويهزر ويتكلم في مواضيع ويسافر بعديها ويروح. انا يعني انا ما اعرفش كان بيخلص غسيل ويروح الدير او ينزل عشيه يصلي بالناس. انا بقول مش عارف كطبيب، انا ما اعرفش كان بيعمل كده ازاي، مش عارف طبعا. هو كان بيحس انه دي ده واجبه، ولا كان بيحس انه هو عايز يعمل حاجات كتير؟ من محبته، من محبته، من محبته والتزامه والتزامه باللي عليه، ملتزم جدا 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 باي حاجه. سيدنا كان شخص يعني ما يحبش الا النقط الواضحه والصريحه والخطوط المستقيمه. صحيح. ده كان يبان في شخصيته يعني. بعض الناس اخذت عليه في احيان انه في بعض الحزم والصرامه، ولكن يعني هو سيدنا كنت بسال انبا انتوني هل سيدنا مره اخذ قرار ورجع فيه؟ قال لي ما حصل ابدا، لانه بيبقى عامل كونكلوجن لكل. هل ده كان بيتفهم غلط احيان؟ وبص انا اقول لك حاجه، انا مره سالته سيدنا انا عايز اعرف حاجه، قال لي قلت له انا عايز اعرف ازاي نيافتكم في كل مره حد بيسالك سؤال بترد الرد اللي هو محسوب، يعني هو الرد مدروس ومحسوب موزون طلع. سيدنا كانت عنده الكلمه بمدان ذهب موزونه. مدان ذهب فعلا. قال لي كلمه انا مش هنساها. قال لي الصراحه خليك صريح يعني. وكان سيدنا هي بس دي صراحة احيان في الغضب يعني، صراحة في الغضب احيان ممكن يعني تبقى حمالة اوجه يعني، تتفهم ممكن تبقى اساءة في احيان. هو بقى كان بيعمل الضبط ده ازاي؟ ما اعرفش ادي ما اعرفهاش. بس هو يعني انا جربت على حكاية ان الصراحة دي فعلا يعني كتير اتحط مثلا في مواقف عن نفسي انا شخصية بقى. أيوة. ما هو اي حاجة كان يقولها دي كان خلاص كده قانون بقى عندنا. طب انا هجرب. فلما مثلا حد يقول لي انا عن نفسي يعني ده اللي بعمله يعني، لما حد يقول لي مثلا سؤال محرج او حاجه فاقول له هو انت يعني بتسالني كده عشان اقول كده؟ بمنتصر هو ده اللي انا فكرت فيه، اتعلمت من الحكايه دي. فقلت له هو انت يعني هل ده قصدك؟ لكن هو الحكايه كذا يعني.
انا ببقى مرتاح، انا بحس ان انا او تقول مش عايز اجاوب او ممكن طبعا كتير جدا هو كتير كان يسمع ولو ما يكونش عايز يجاوب ما يسكت وما يردش. مش واحد طيب يعني يضحك عليه؟ لا، يضحك عليه ازاي؟ وهو انت لما يضحك عليك تبقى صورة الله ومثاله؟ ما الانسان صورة الله ومثاله، ما دام صورة الله ومثاله ما يضحكش عليك. واحد يقول انا عايز اسلك في الوداعة، الوداعة يبقى المهزأة، يبقى هزأة وسط الناس ياخدوه مجال التريقة من ما يوجد ينكتوا عليه، هي دي الوداعة؟ لا، دي مش الوداعة. ده ممكن يكون عندنا وداعة وشجاعة، الاتنين ماشيين مع بعض ملضومين في فتلة واحدة كده. الناس ساعات بيفهموا الدين غلط، يفتكر ان الشخص الوديع يعني شخص غير قوي. مين قال الكلام ده؟ ممكن تبقى وديع وقوي، وممكن تبقى وديع وشجاع. والمسيح قال تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب، وفي نفس الوقت كان في منتهى القوة منتهى الشجاعة. وكان لما بيقف قصاده الكتبة والفريسيون كان بيقنعهم في كل مرة ويخرجهم مكسوفين وخجلانين. تقول لا أنا ما خجلهمش عشان أنا وديع. وديع يعني يضحك عليك، تتكلم كلمة تقتدر كثيرا في فعلها، تاخد موقف، ايه الحكمة اللي في الموقف ده؟ شخص قوي. هو لازم اولاد الله يكونوا ضعفاء؟ لو بقوا ضعفاء يبقوا مش صورة الله ومثاله. دي تكامل الشخصية، ازاي الانسان يكون شخصيته قوية. هو كانت ليه مقولة بيقول فليصمت الإنسان العاقل لأن الأزمنة رزيئة. بالظبط كده، يعني انه في أحيان كتير بيكون الصمت أبلغ من الكلام. ده صحيح. طيب، كانت في حاجات كتير بتحصل وهو مسافر. صحيح. بتحصل حاجات في الكنيسة، بتحصل بعض الأحداث اللي تبدو مش لطيفة يعني وبتهدد سلام الكنيسة. هو في الوقت ده كان بيبقى عامل ازاي؟ بيتكلم يعني بيفضفض ولا؟ ده. خالص. خالص. مفيش. ولو حد سأله سؤال يقول له يعني قصدك ايه؟ يعني دي برضو من ضمن الحاجات الصراحة اللي بقول لك انا اتعلمناها. فيقول له يعني قصدك، ان هو يستوضح بالظبط اللي هو السؤال اللي بيسأله، عشان ما يقولش حاجة مش مفروضة. بالظبط، يستوضح بالظبط قصدك ايه، وفي نفس الوقت برضو يحط هذا الشخص في ان هو يقول بالظبط هو عايز ايه. ايوه. فالواحد يتعلم يعني منه حاجة زي كده، بس طبعا يعني اتعلم حاجة واحد من ألف يعني، لكن هو انا ما اعرفش ازاي كان بيقدر يظبطها بهذا الشكل. ايوه. فكان يعني خالص، ممكن كنت تحسي ان هو يعني ساعات كنا مبقاش، وعشان كده كان جت وظيفتي انا، ان هو كان بيبقى دايما يحب يبقى مرح، وانما كان دي كانت وظيفتي بقى ان انا اروح لما يبقى متضايق قوي والحكايه مزوده يندهوني بقى اروح. كنت تعرف ازاي بقى انه الحكايه خلاص قفلت ولازم تتدخل دلوقتي بقى؟ ابونا كان يقول لي، او كان احد الاباء يقول لي، يقول لي بقى تعالى. طب ليه بقى كان يعني قبل ما نكمل في ازاي كنت حضرتك بتساعده انه يبقى موده كويس، ليه بقى كان بيوصل للحته دي؟ بيبقى زهق ولا تعب ولا بيبقى ايه اللي حصل؟ انا ما سالتش، انا ما بسالش يعني. لا، بقصد اقول لما بيوصل لانه خلاص، او انه مش قادر، او انه خلاص الجو بقى متعكر، المايه متعكره، بيبقى لانه هو اتوجع كفايه، او انه مش عايز خلاص، او انه عايز يعمل اسكيب للمرحله دي يروح لبعدها، او انه عايز يرجع. لا، هو انا ما اعرفش، لكن هو انا اللي اعرفه انه هو كان ساعات يبقى مثلا فعلا الحاجات كتير قوي، فكان سيدنا يعني يصمت او يحس ان هو يعني صمت قاعد بيفكر وبرده يعني مش مبسوط يعني. فلو كان ساعتها موجود في كليفلاند فكان يكلموني، كان ابونا ميخائيل اللي يكلمني ويقول لي مثلا ايه، طيب سيدنا البابا يعني تعالى له حاول تفرفشه شويه. فانا كنت بقى اقعد اجمع في نكت وحاجات وكده. وهو كان كمان يعني احكي لك حاجه، مره كانت بنت ابونا ميخائيل اللي اسمها شيري كانت يعني ولدت في المستشفى، فهو كان ساعتها متواجد في كليفلاند. فانا بقول لك برده بارت من حته الراجل الصعيدي يعني، اثر ان هو لازم يروح يبارك لها. سيدنا يعرف الواجب. ها، حاجه ما بقول لك يعني هو تعبان، وهو تعبان ها صحي ولدت، بس يعرف الواجب يعني، تحس انه زياده عن اللزوم يعني. اوكي، ده انت اللي تعبان واحنا اللي نزورك. ايوه. فلكن يعني هو طبعا كان محبته لابونا ميخائيل وعائلته طبعا كبيره جدا،
وشيرزي زي بنته يعني، فولدت لازم يروح يعني. فراح علشان يبارك لها. وبعدين وانا رحت برضو، بس وانا رايح كان هو يعني طالع من الاوضه ويعني هيروح يعني هيروح فشافني، فزي ما يكون شاف يعني حد من اصحابه وبتاع، فيقول لي تعالى تعالى سمعت النكته دي. انا يعني مش ممكن يعني، انا يعني صحيح يعني ده سيدنا البابا ده كان حاجه مش معقول. ايه البساطه، ايه الجمال ده يعني، وانا اطلع ايه هنا عشان يجي يقول لي؟ بس احنا خلاص احنا اصحاب بنهزر وبنقول نكت، فهو ده الانترست بتاعي. تعالى بقى اقول لك حاجه انت انترستد فيها يعني. ايوه مش كان يعني بيحاول يلاقي المشترك مع كل حد من اللي حواليه، ده اكيد بيدور على حاجه مشتركه، بينزل لمستوى اي حد قدامه. واي حد يعني ما اقولش ان هو يعني اي حد يقعد مع البابا مهما كان هيحس ان هو في حاجه بينهم مشتركه، صاحبه، او انه يحسس الكل ان هو صاحبه، يحسس الكل ان هو ده يعني حد معرفه، حد يعرفه كويس. ايه اكتر نكته فاكرها؟ انا عارفه انت بتبقى مبارزه يعني، بتبقى في ماتش ما بيتلعب كده. لا خالص، لا خالص، انا كنت بحاول هو سيدنا دمه خفيف خالص يعني، كان مش معقول. وبعدين لدرجه ان يعني ساعات كتير كان بيبقى في نكت انا سمعتها منه، ايوه، او نكت يمكن انا كنت قلتها له، وبعدين لما اسمعها منه حتى دلوقتي، لحد دلوقتي على الفيسبوك انا بضحك عليها، لان يعني الطريقه اللي بيقولها بيها، الطريقه اللي بعد كده ضحكته الجميله اللي بعديها، أيوة، اللي تخليكي غصب عنك تتملي كده ضحك وسعاده يعني. ايوه مش عايز اقول لك يعني، ما كان طبعا انا كنت بقعد ايام بقى اكلم اصحابي في مصر واطلع اشوف النكت ازاي واحضر له، وهو انا اقول له نكته هو يقول لي نكته، اقول له نكته يقول لي. كان مش ممكن يعني، يعني كان واحد بيحس ان هو يعني في الموضوع ده قاعد مع مثلا حد زي الاستاذ عادل امام مثلا او حاجه كده. وبعدين هو البابا ساعه الروحيات روحي فظيع، عقائدي مش معقول، استاذ في اللاهوت، معلم اجيال، ازاي هو كان بيظبط ده، وازاي هو في ده كله وبالبساطه دي، وتكلمي معاه في الطب عارف، يعني كان فعلا موسوعه يعني. هو سيدنا كان موسوعي وكان وعارف عن مرضه يعني، كان هو مذاكر عن مرضه كمان. مذاكر ازاي بقى يعني؟ هو كان يقرا ولا كان يسال؟ كان يبقى قاري وعارف، ولما ما هو ما كانش بيبين لنا ان هو قاري يعني علشان يبقى لا يعني. فلما نساله تحسي ساعات انت تحسي ان العيان اللي قدامك ده عارف اللي انت بتتكلمي فيه، او ساعات ما يكونش عارف ومحتاج للشرح، وفي الحالتين اكسبتابل يعني. بس طبعًا هو سيدنا كان يبقى عارف يعني، ولما تقولي له على علاج هو عارف ان ده من الاحد الاحتياجات، فيسال السؤال المنطقي لده. ايوه المنطقي ده، بحيث انه يبقى عارف ايه الرد على ده. ايوه لكن ابدا ما فيش مره قال انه هو خلاص هيسيب ربنا يتصرف ويوقف العلاج يعني، ما وصلش للمرحله دي. لا نادر اي نوع يعني، مش في حد معلوماتي يعني، انا ما كنتش اعرف حاجه زي كده لا خالص. اخر مره حضرتك زرته هنا كانت امتى؟ كانت ولا هو كان هناك؟ كان هنا. كان هنا. هو انا اقول لك الحكايه من الاول، هو اخر مره جالنا كان في يناير في السنه اللي اتنيح فيها، وبعدين في 2012 في 2012 دي كانت بعد العيد بالظبط. وبعدين هو كان عارف خلاص يعني، كان حاسس، لانه هو عمل حاجه ما عملهاش قبل كده. ايه بقى؟ فاحنا كنا بنروح نزوره نوصله لحد الطياره، فهو كان بيسافر في طياره خاصه كده. ايوه يعني سواء بتاجر او كده يعني، او ساعات كان بتبقى يعني لحد يعني. فكنا بنطلع نسلم عليه وكده، وبعد ما بنسلم عليه هو على طول بيفتح حاجه يقراها، هو على طول يفتح الانجيل. حب القرايه سيدنا. المره دي بعد ما سلمنا عليه ونزلنا وقفنا على الجنب اخر مره دي، وحتى لسه موجوده الفيديو بتاعها معايا يعني. اول مره سيدنا يقوم طالع ويبان من الشباك ويعمل لنا كده بايده باي باي هناك. فدي يعني كانت حاجه خلتنا نحس ان احنا مش هنقدر نشوفه تاني، ف اتأثرنا طبعا خالص يعني. فانا كلمت يعني مع ابونا وكده، وقلت له احنا لازم نروح نشوف سيدنا ده، مش ممكن دي يكون يعني اخر مره. فقلنا ان احنا نيجي يعني، فجينا فعلا زرناه، و كان هو يعني في المره دي
كان يمكن قبل ما يتنيح باسبوعين او ثلاثه يعني. ف كان يعني طبعا ابونا ميخائيل كان زي يعني ابن لي او كده ومنتهى الجمال، ورغم الالام اللي كانت فظيعه بقى لا تحتمل ساعتها في الاخر في الاخر خالص يعني، بقول لحضرتك ده يمكن قبل نيحته ما بين اسبوعين او ثلاثه. رغم الالام الفظيعه يعني قد ايه كان لطيف وبيحاول يطمنكم برضه يطمننا احنا، وبعدين قعد يمكن فتره كده 5 دقايق او اكتر يشكر ابو ميخائيل على يعني. احنا نزلنا بعديها طبعا عيطنا لان حسينا احنا مش هنشوفه تاني. فقعد يشكره على كل حاجه هو يعني عملها معاه في الفتره طول العالم. السنين دي كنت بتكلم مع عم عزيز ربنا يديله راحه، فقال لي انه في اخر يوم كان سيدنا انبا ارميا الحبر الجليل انبا ارميا كان نازل يصلي والبابا شنوده، فسيدنا انبا ارميا بيساله يعني اف ان هو محتاج حاجه، فقال له روح قول لربنا كفايه كده. كفايه كده. هل العلم ساعتها في الوقت ده والطب كان شايف انه كفايه كده؟ يعني احنا فعلا كنا يعني مش يعني كان من قبليها بشهور يعني كنا متوقعين ان الموضوع مش هيكمل يعني خالص يعني، فاحنا كنا فعلا متوقعين ان هو مش هيكمل يعني كتير. بس هو مريض كانت ارادته قويه جدا جدا، وكان هو ينفذ العلاج كما بيتقال له، وكان ينفذه في مواعيده وبتمامه زي ما بيقولوا، وكل اللي هو كان بيقدر يعمله كان بيعمله. سيدنا في الوقت ده حس انه خلاص هو اكمل مهمته بسلام يعني، حضرتك عارف اللحظه اللي احنا بنقول خلاص يعني قد اكمل يعني، هو حس ان هو يعني المهمه خلصت، فبدا يعني تمسكه بالاستمراريه وبالحياه او انه يفضل يكون موجود يقل. انا متهيألي كده، ده احساسي انا الشخصي طبعا، انا ما اقدرش اعرف بس ده احساسي الشخصي يعني. طبعا سيدنا انجازاته وقد ايه هو يعني عمل نقله جامده جدا للارثوذكسيه في حتت كتير جدا في العالم يعني. أيوه. وللمسيحيه طبعا ان جنرال يعني. أيوه. وسيدنا كان يعني يمكن اكتر واحد مسيحي غير متعصب انا تعاملت معاه، بكلم الجد صحيح يعني. حقيقي. كان مش معقول يعني. ازاي يعني؟ احكي لك مره انا بحب الشوكولاته وسيدنا كان برضه يحب الشوكولاته، فمره قاعدين وشغالين بتاع، فقلنا سيدنا المفروض ان اللي اخترع الشوكولاته ده يكتب في السنكسار يعني. فقال لي بصراحه مش معقول يقولوا لنا صور لكل اللي كانوا بيعملوه بتوع العدس ومش عارف ما يجيبوش يعني صور السنكسار. وكان دايما رايه ان يعني مش يعني ان في ناس كتير هنفاجئ بدخولهم في السماء يعني، واحنا ما كناش متصورين ان هم دول هيخشوا. سيدنا كان دايما غير متعصب لرايه، لكن طبعا ساعه العقيده ثابت في العقيده، مش نوع من انواع التعصب، نوع من انواع الحفاظ والثبات على العقيده اللي احنا استلمناها من الاباء يعني. أيوة. فكان سيدنا بيحسسنا ان احنا فعلا مع حد من العصور الاولى من عصر اثناسيوس ومن عصر الانبا انطونيوس. أيوة. في ثباته وفي قوته وثباته ضد في كتير قوي حاجات حصلت وبدع طلعت. صحيح. وكان سيدنا دايما يعلمنا في محاضرات وفي كتب وفي يعني حاجات كتير كان يقولها لنا. أيوة. ازاي يثبتنا على الايمان المستقيم. أيوة. لكن مع هذا برضو رغم ان الايمان المستقيم عنده محبه غير طبيعيه لكل من هو خارج هذا الايمان المستقيم، كان يقبل الاختلاف الاخر. بالظبط. كان عنده محبه غير طبيعيه ليهم وما يشوف ما كانش مثلا يشوفهم على ان هم دول ناس بعاد، لا 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 خالص، دايما ان دول ناس يجيبهم. ازاي يجيبهم؟ كان دايما بوزيتيف يعني. ما كنا حتى يجي مثلا ويدينا يعني زي في الكنيسه وعظه او محاضره او كده، فكانت ناس تقعد تساله عن حاجات في مصر ونسمع في مصر بيحصل، كان رده دايما المستمر احنا ناس بتوع شغل، ده كان لا يمكن انساه، احنا يعني ناس بتوع شغل، ما نردش على اللي بيقولوه ده بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا، ما كانش يرد على الكلام ده خالص، كان يقول احنا ناس بتوع شغل، احنا ناس بتوع ايجابيات، احنا نتكلم هنشتغل ونعمل ايه؟ صحيح. صحيح. ايوه. فكان هو دايما يعني من النوع اللي هو، انا عشان كده بقول لحضرتك يعني الصفات دي صفات رجل مصري صعيدي. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل وأبا بين اليتامى،
كان بيهتم بكل احتياج، سواء احتياج الناس في المرض او احتياج للناس في الجوع او احتياج الناس للتعليم او احتياج الناس للحكمة. كل انواع الاحتياج هنا لكي نأخذ درسا معينا كيف يكون كل واحد فينا قلبا حنونا على الكل، كيف يكون كل واحد فينا قلبا حنونا على الكل ويشارك الناس في فرحهم وفي تعبهم، زي ما بيقول بولس الرسول: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. ده كلمة بكاء مع الباكين أخف بكثير جدا من قول السيد المسيح: أعزي جميع النائحين. كيف يكون الإنسان كما نقول برضو في صلواتنا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغيري القلوب وميناء الذين في العاصف، يعني زي سفينة بتعصف بها الأمواج وعايزة ميناء تقرب ليه تجد فيه ملجأ ليها. حضرتك كان بيحضر معاكم اجتماع أنبا استفانوس للدكاترة والأطباء من الوقت ده، مرورا بقى بكونك دلوقتي خادم ومرورا بمقابلاتك الكتيرة معاك كباتريارك للكرازة وكذا، شايف ازاي نقل كل ده لولاده في المهجر، لولاده في أمريكا؟ هما كانوا متأثرين بيه؟ يعني كانوا متأثرين شايفينه ازاي؟ شايفين التعليم الشرقية دي أو اللي احنا بنعتبرها أرثوذكسية بالأساس ازاي طبقوها في وسط عالم مفتوح؟ يعني كانوا بيحسوا بفجوة ولا كان هو بيحاول يسهل الأمور؟ بصي، هو سيدنا كمان علشان كان بيعرف يجيد الإنجليزية يعني، فكان بيقدر ان هو يعني ساعات يحضر الأولاد باللغة الإنجليزية يعني. فيعني أنا ولادي طبعا بيسمعوا الآباء كتير يعني الموجودين حاليا في أمريكا، وآباء عظماء وجمال جدا. بس طبعا سيدنا البابا يعني هم يعلموا كويس جدا أن التعليم لو في أي حاجة يعني مش عارفينها، التعليم الصحيح نستلمه من البابا، هو من سيدنا البابا. وطبعا في كتب كتير مترجمة بالإنجليزي، وفي حاجات كتير قوي الأولاد عندنا في الكنيسة، سواء في كنيستنا أو في غير يعني في كل في أنحاء أمريكا بيقروا منها طبعا وبيتعلموا منها. فسيدنا سيدنا التراث لحد دلوقتي. طب وكل اللي حاصل يعني احنا يعني في عصر دخل عليه متغيرات كتير، يعني كتير زي ما بنتكلم، هو ازاي قادر يواكب ده؟ او هم ازاي قادرين يحسوا انه كلامه مناسب لوقتهم دلوقتي؟ شوفي، من ضمن الحاجات، انا دلوقتي بكلم الخادم ما بكلمش الطبيب، انا بكلم حضرتك كخادم دلوقتي. صحيح. يعني انا من ضمن الحاجات لما كنت بسمع سيدنا، من الحاجات اللي كنت بعجب بيها جدا حتى من قبل ما في علاقه شخصيه يعني، إن أنا بسمع المحاضرة بتاعته أو الوعظة بتاعته على شريط كاسيت ساعتها أو حاجة، دايما بيجي أسئلة وأنت بتسمعي. صحيح. فهو بيقول النقطة، بيجيني أسئلة أقول طب ولو يمكن مش دي يمكن دي، ألاقيه هو يجاوب ويكفر كل حاجة بتبقى في مخك ساعتها، كل ما خطر في بالي عن نفسي أنا يعني. كل الاحتمالات اللي موجودة، يعني لو كان بيفسر آية وكده، كل الاحتمالات اللي موجودة لهذا التفسير اللي هي ممكن تكون منطقية للشخصية اللي بيقولها وكده، ألاقي إن سيدنا بيرد على دي. فدي نقطة بتهم أولادنا جدا، إن هو لما يعني أما يقول حاجة ما يحسوش إن هو في جاب، لأن هو بيكفر all the aspects، كل الجوانب بتاعة هذا الموضوع. يعني أنا جربي كده اسمعي سيدنا أي وعظة أو كده، تحسي إن هو فعلا أما بيكلم عن موضوع معين، سواء كان الأمانة أو العقيدة أو أي حاجة، أو حتى بيشرح الوصايا العشر، لما بيجي يشرحها مثلا او يتكلم فيها بتحس ان هو بيمسكها بالتفصيل ويرد على كل نقطه او انتقاد
ممكن يكون حواليه بشكل مكتمل بشكل كامل جدا يعني. كان عنده مقابلات مثلا دورية مع شباب الكنيسة في كليفلاند حضرتك قابلتها أو عاصرتها باعتبارك خادم في الكنيسة؟ لا يمكن عشان خطر الظروف مرضه وكده كشباب مخصوص أو كده لا يمكن لا أو كان الشعب طبعا مش بيقدر يقابله كتير باستمرار لكن في الأول يعني كان دايما بيحرص إن هو لازم لما يجي يزور كليفلاند حتى كان ساعتها يعني في الزيارات اللي هي كان بيجي بس يعمل زي تشيك اب او كده كان لازم يجي لنا الكنيسه ويعمل لنا محاضره او مقابله او كده يعني. وساعه لما يعني قعد فتره طويله موجود في كليفلاند كلينك او كده كان يمكن مره او اتنين في خلال هذه الفتره اتقابل مع الشعب وطبعا بيقبل اسئله من الشباب او اي حد يعني طبعا. لو في نهاية حديثنا ليا من سؤال أو يعني ممكن يبقوا سؤالين اللي افتقدته في الوقت ده بغيابه في حاجات مش عارفة في تفاصيل حياتك أنا عارفة أن أنت كنت بتسأله دايما وهو كان دايما بيجاوب يعني حضرتك قلت أنه عمره ما جاوبش دايما كان بيجاوب صحيح. في أسئلة أنت سألتها له بعد ما مشي وهو جاوب عليها بصي يعني طبعا كتير ابا يعني طبعا سيدنا صوته دايما في ودني كلامه دايما في ودني تعليمه وطريقته دايما في ودني دايما سامعها في المواقف يعني انما طبعا يعني لما بصلي طبعا هو شفيع نمبر 1 فور مي طبعا صحيح. وطبعا بابا كرولوس وانا طبعا. ابني اسمه ابنوب وبنتي اسمها يوستينا فليا طبعا ست العذراء يعني كتير بس طبعا سيدنا البابا انا عندي له صوره كبيره كده وكل يوم الصبح لازم اقف اقول له صباح الخير و يعني اقول له خلي بالك مننا كلنا في اليوم ده وتشفع يعني. لنا عند المسيح ان احنا نقدر نشوفك تاني صحيح. نصيحه ما بتنساهاش ابدا ان انا اكون صريح صريح. لو من كلمة أخيرة حضرتك تحب تقولها في البابا العظيم في البطارقة ما ينفعش يتقال كلمة للعظيم في البطارقة الحقيقة ما ينفعش يتقال كلمة بس هي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها يعني إن سيدنا كان أب لكل الناس حنين حكيم رجل ذو مبادئ ذو قيم الشدة اللي في وقتها والبعث البهجة في وقته الكلمة المحسوبة الموزونة اتعلم ازاي ان انا ما اتكلمش في حاجة لازم اكون عارف عنها ولو ما اعرفش ادرس عنها وكان دايما يقول اللي ما تعرفوش كله ما تسيبوش كله يعني حاجات كتير قوي ان الواحد يفتكرها ويتعلمها من سيدنا البابا يعني من زي ما قلت حضرتك قبل كده يعني من اكتر الحاجات اللي انا بعتز فيها في حياتي ان انا ربنا سمح لي ان انا اشوف هذا العظيم وابقى قريب منه فتره يعني انا مبسوطه جدا جدا بوقتي مع حضرتك النهارده حضرتك يعني غمرتني بمحبه كبيره اتمنى ما اكونش اثقلت عليك لا يا فندم ده ربنا يخليك انا سعيد جدا بخدمتكم ربنا يبارك خدمتك والمشروع اللي انت بتعمليه ده عظيم جدا يعني اشكرك ولان سيدنا يعني يستاهل فعلا ان الناس دايما لازم تفتكره وتعرف عنه وتتعلم منه لان هو كان فعلا صحيح. مدرسه متجوله صحيح. دكتور شريف نهايه حديثنا بشكرك جزيل الشكر كتر خيركم شكرا لي طريق مفرد احببته عشت فيه طول هذا العمر وحدي كنت في مجتمع او خلوه انا وحدي يستوي الامران عندي هدوء الليل موسيقى وألحان تداعبني وصوت الريح في رفق يصب اللحن في أذني